يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من أم حور. تقول صاحبة القصة: أنا رجين وعمري 23 سنة جامعية، أنا ما عندي خوات، وبنت خالتي هي توأمي وأقرب صديقاتي. عندي صديقات بالجامعة كثير، لكن علاقتي ببنت خالتي هذه غير كل صديقاتي. أشوف نفسي فيها، أشوفها مرة تفهمني، تستوعب مني، تشاركني أفكاري، وكل شيء أقوله لها تستوعبه بدون أي وجهة نظر ممكن تضايقني أو حتى تفهمني غلط في بعض التصرفات اللي أحكيها لها. بنت خالتي هذه منى، أنا وياها بنفس العمر وصداقتنا من الطفولة، والأحلى إنه أهلها ما يثقون بأحد تطلع له أو تزوره غيري. طبعا أنا وياها كل واحدة داخلة قسم غير الثانية بالجامعة، لكن سبحان الله صداقتنا غير أي صداقة ممكن أعيشها مع أي واحدة من صديقاتي طول فترة دراستي. أبوها نوعا ما من الجيل الطيبين اللي للآن محافظين بشكل مبالغ فيه، بناتهم ما عندهم طلعات، ما لهم زيارات، حتى ما يستقبلون صديقاتهم، وإذا اضطرت ممكن تطلع هي مع أمها لأي مناسبة أو لأي صديقة محتاجة تشوفها. نفس الشيء السواقة بالنسبة لهم ممنوع، يعني شيء مستحيل واحدة من بناتهم يسوونه، لا خواتها الكبار ولا هي ولا اللي بعدها. حتى خواتها اللي أكبر منها متزوجين زواج تقليدي، كلهم جامعيات ومدرسات، اهتمامهم كبير بالقراءة وثقافتهم عالية، وأبوهم وجدهم كتاب معروفين. الحمد لله وجهة نظرهم فيني ما تغيرت، لأنهم يعرفوني ويعرفون تربيتي، ولأنها هي بنت خالتي. في كل الحالات يعني مو معقول ان خالتي راح تشكك في تربيتي او تمنع بنتها من التواصل معي، رغم اني انا اسوق سيارة ولي حريتي وطلعاتي واهلي يثقون فيني كثير. فانا الوحيدة اللي اذا زرتها ممكن اطلع انا وياها، وخواتها ممكن مرات، وخالتي كمان ممكن مرات، يعني نطلع اي مكان نبيه. فدايما اذا عندها طلعة تبي تروح لها مستحيل امها توافق عليها، تكلمني وأنا أروح أخذها بحجة إني أنا محتاجتها بشغلة ضرورية وأخذ رأيها بلبس معين. المهم إني أطلعها من البيت. هي صراحة إنسانة خلوقة جدا، ما لها بالعلاقات، لا أنا ولا هي، ولا هذا مجالنا أو نفكر فيه نهائيا. الحمد لله أهلنا موفرين لنا كل شيء، ما في شيء ناقصنا، كل الحب والاهتمام نستمده من أهالينا. منى طايحة وشغلتنا بمواضيع دورات تطوير الذات والأمور هذه، ومرة مهتمة وتحضر دورات عن بعد كثير، ومرات تلاقي دورات أونلاين أو حتى حضورية وتحجز فيها وتحجز لي معاها وتجبرني أشاركها، خصوصا الدورات الحضورية. تدري إن أبوها مستحيل يسمح لها تطلع أو أمها تطلع معاها، فكانت دائما تدبسني بموضوع إني حجزت لك مقعد معاي وحرام دفعت وكذا، فأضطر أشاركها وأروح معاها وأحضر. صراحة الجو يكون ممتع بس مو دائما، طبعا لأني أنا ما أحب المواضيع هذه كثير. هي ميولها وحبها للقراءة والثقافة مرة كبير، وتفكر تكتب كتاب، وتحب جدا الناس الكتاب والقراء وقراءة الكتب والشغلات هذه، عكسي تماما. أنا مالي بهالمجال، لكن أحيانا أسلك لها وأمشي معها أسمع معها بعض المواضيع اللي تكون جدا ممتعة، يعني الشخص الملقي للموضوع جذاب وعنده أسلوب ومو ممل. عرفت منها بالصدفة إنها معجبة جدا في شخص هو إخصائي اجتماعي من ضمن اللي يلقون الدورات هذه ويعطوا كورسات وكذا، وعرفت إنها تتابعه بحماس، كانت تحضر له أونلاين كثير. أخذتني مرة أو مرتين نحضر له دورات حضورية ونعطي آراءنا، وكنا نناقش الموضوع اللي كان طارحه بقوة. يعني في دورات مجانية كمان تسجل فيها وتحطني معاها ونضطر نحضرها عشانها. ما أقول لكم إني ما أستفيد من الأمور هذه، لكن ما ألاقي نفسي بهالطريق أبدا. خلونا ندخل في الموضوع، ليش المقدمات الطويلة؟ هذه المقدمات الطويلة هذه كلها لأنها كانت السبب في اللي حطتني منى بطريق وعمري ما تخيلتها تنحط فيه وتحطني معاها. منى وبعد الحماس الزايد والدورات والانشغال بموضوع الكتب والشغلات هذه، حبت الأخصائي اللي حضرنا له أكثر دوراته، وكان يحط فقرة مناقشة كتاب بآخر كل دورة، ويحط رابط أو لينك معين ويقول أدخلوها وحطوا تعليقاتكم ومشاركاتكم. كانت دائما تشارك معه في كل لينك يحطه. تطور الموضوع وصلت لرقمه، وصارت تسالف معه وتعطي آراءها بشكل مباشر، وهو يوجهها ببعض الكتابات اللي تسويها، فتطورت العلاقة بينهم،
والبنت صارت بعالم ثاني، من بنت ما تعرف أي علاقة أي اهتمام غير اللي متعودة عليه من أمها وأبوها وأهلها وأخواتها. أبدا بنت ما عاشت قصة حب، انحطت مع شخص هو متعود على البنات، متعود على الأخذ والعطاء، متعود على الكلام الحلو، فحبته بشكل مو طبيعي، صارت مهووسة فيه، ما صار حب. تكلمني وهي مجنونة عليه، تكلمني بحب واندفاع، رغم انها لسه في بداية علاقتها فيه، ولسه للآن ما تأكدت من حبها او انه يبادلها المشاعر مثل ما هي قاعدة تعيشه. صارت مرة حالمة داخلة باحلام، حاولت كثير اني اصحيها واقول لها تمشي صح، تشيل الموضوع من راسها، الانسان هذا ممكن يكون متزوج مرتبط، الله اعلم ايش وضعه. غير كده ما اظن ان هالعلاقة اللي بتواصل وتليفون واعجاب رح توصل للي في راسها، لانه البنت بنت نظيفة، فاكيد يعني اذا حبت شخص تبيه يكون زوج لها، وتعلقها الجنوني والحب الكبير اللي قاعدة تعطيه للشخص هذا ما يطمن ابدا. انا خايفة عليها انها تطلع بصدمة من الموضوع هذا، وكل مرة اروح لها واحاول افتح الموضوع، احاول اعقلها، ألاقيها توريني الرسائل ومدى تعمقها مع الشخص هذا واللي بدأ فعلا يعيش معاها قصة حب، فتاخدني غصب، نروح نحضر دورات، نطلع أماكن، فجأة تقول لي هو موجود بالمكان هذا، صارت ما عندها سالفة غير الشخص هذا. بجد خفت عليها وقمت أحاول أحذرها، قامت تقول لي لا تصيرين أنانية، المفروض تفرحين لي لأول مرة أعيش قصة حب وأرتبط بشخص يشبهني كثير ونحب الأشياء نفسها، المفروض تشجعيني. أنا صراحة ما كنت مرتاحة للموضوع نهائيا وما كنت مشجعتها أبدا، لكن خفت إنها تتضايق مني أو تعتبرني أحسدها أو أبي أخرب عليها، فبدأت شوي أجاريها في الموضوع. وبعد أيام مرت وتطور بالعلاقة هذه، أتفاجأ فيها تجيني البيت وهي منهارة وتبكي، توقعت إنها انصدمت منه، واكتشفت أكيد إنه متزوج وقاعد يخبي عليها، أكيد في شيء كبير انصدمت منه. ووصلت لكلامي أخيرا، لما جيت أسمع لها السالفة ألاقيها تصارحني بموضوع صادم جدا جدا، الموضوع إنها بدأت العلاقة مع الشخص هذا وهو ما يعرف حتى شكلها إشلون، يعني عادة كان يشوفني أنا وياها، أنا وياها فرق السماء عن الأرض في كل شيء، في الإستايل، في اللبس، هي لابسة عباية كاملة متغطية نقاب، أنا محجبة، أنا مرات ممكن ما أغطي، يعني حتى طرحتي ممكن تكون على كتفي، أنا بأناقة وميك اب، وهي أبدا ما تطلع بالشي هذا ولا يسمحون لها أهلها، يعني مرة ما في مقارنة، ما رح أقول أنا أجمل منها وأنا وأنا، لأنه بكل الأحوال هي متغطية فما يعرف شكلها. فأتفاجأ فيها إنها تتواصل مع شخص ما يعرف هي مين من الثنتين، ومتوقع بالاسم يعني إني أنا، فيبان إنه أنا الإنسان الأجرأ. طبعا هو مو متخيل أبدا إنه أم نقابة المحافظة هي الإنسان المتعلقة فيه وتراسله ومتواصلة معه. طرحتني وصدمتني بأشياء كثير، منها إنها تراسله وترسله صوري، متخيلين؟ صديقتي والإنسان الثقة اللي أشوفها واللي أقرب الناس لي تستخدم صوري عشان تعيش قصة حب وهمية مع شخص، وهو متخيلها إنه أنا. عاتبتها وعصبت عليها، قامت تقول لي يا بنت الحلال الصور كلها وإنت بعباتك وإنت حاطة طرحتك، اللهم شعرك باين، يعني كأنك بالشارع، ما في شيء، يعني ما في صور خاصة أو صور مناسبات، فالوضع عادي. وهو كان يضغطني ويبي صور، كان يطلبني أشوفه وأقول له صعبة فيقول خلاص أعطيني صورة. فأنا على طول يا جماعة تذكرت المواقف اللي تصورني فيها، مرات كثير أنا أطلبها تصورني وبعدها ترسل لي صوري، فمرة ما شكيت فيها أو قلت امسح الصور اللي عندك، ما تخيلت أبدا إنها رح تستخدم صوري لعلاقة حب تعيشها وعلاقة وهمية مع إنسان يظنها إنسانة ثانية. أنا زعلت منها، حاولت اني ما اتكلم معها، لكنها كانت منهارة وتبكي، تقول لي مصر انها تقابله ولازم تطلع معاه، يبيها ويتكلم معاها وجه لوجه، وانه مشتاق لها ومتعلق فيها وصابر الايام هذه كلها، وهي قاعدة تتهرب وما تبي تواجهه. المطلوب يا جماعة الخير انها تبيني انا اروح اكلم حبيبها واطلع معه على اساس انه انا هي. مرة ما تقبلت الموضوع وقلت لها لو تنطبق السماء على الارض ما رح اروح ولا رح أقابله، تبين تشوفين روحي شوفي، ولازم توقفين اللعبة اللي قاعدة تلعبينها، ولازم يعرف أنت مين وتتكلمين معاه وتصارحيه، وأنا بطلع معك عادي موافقة، بس نطلع وأخليكي معاه تتكلمين معه ويعرف الحقيقة. في البداية حاولت تقنعني لا وأنا وأنا، قلت لها أنت مو بناقصك شيء، بما أنك دخلت العلاقة
خلاص خليه يشوفك، انتي ما شاء الله جميلة ومو ناقصك شي. قامت تقولي لا بس هو حبك انتي، دايم يوصفك ودايم يتكلم ومتعلق بالإنسانة اللي هي انتي مو أنا، ومو بسهولة راح يتقبل الموضوع، وممكن يزعل إذا عرف إني كذبت عليه ويرفض يتقبلني. قلت لها هذه مشكلتك انتي، أنا إذا تبيني أساعدك بروح معك نشوفه، بس لازم يعرف الحقيقة. الخيار الثاني إنك تنسحبين من حياة الإنسان هذا وتغيرين رقمك وتقفلين الباب كليا، وهذا الأفضل والأرجح. لكنها قالت مستحيل مستحيل أتركه، حرام عليك لا توقفين في وجه سعادتي، الإنسان هذا يعني لي كثير. وقامت تحاول تقنعني، أقنعتها وكشختها وأخذتها وطلعت أنا وياها، وهناك بالمطعم التقينا وطلعت وتركتها معه. قلت لها صارحي بكل شيء، وفعلا تكلمت معاه وشافها وتكلمت وياه وحكت له السالفة من بدايتها لنهايتها. طبعا عصب وزعل منها انها ليش قاعدة تكذب عليه وتاخذ دور غير دورها، وليش ترسل له صوري ومن الكلام هذا. لكن بالاخير تقبل الموضوع وكملوا جلستهم، وانا بقيت برا انتظرها لحد ما خلصت وطلعت لي. كانت مستانسة كثير، تقول انه بالبداية عصب وزعل، لكن بالاخير مدحها كثير وقال انه معجب فيها، وانه كان المفروض ما ترسل صوري، وان انا اجمل وكلام كثير. وهي صدقت وبدأت يعني بعلاقة جادة على قولتها. واللي صار يا جماعة، بعد مرور اقل من شهر من الموقف هذا، ورغم استمرارها بالتواصل معه، واللي في كل مرة احاول اشكك بالعلاقة هذه واقول لها صدقيني ما رح تطلعين بنتيجة، وحاولي ما تتعلقين بالانسان هذا، صار اللي توقعته، وانه الانسان هذا فعلا سيء. اتفاجأ فيه يراسلني بعد ما أخذ رقمي من جروب كان هو حطنا فيه بعد ما دخلنا دورة من دورات وسجلنا بياناتنا وكده، وهو لأنه له سلطة خاصة بالمكان اللي يلقى فيه الدورات وكده قدر يوصل لبياناتي بسهولة. أنا من ضمن الناس اللي مسجلين أسماءهم والرقم واسم العائلة وكل التفاصيل، فأخذ رقمي وبدأ يتواصل معاي ويحكي لي أني أنا كنت حب حياته، وأني أنا البنت الوحيدة اللي لفتت انتباهه من يوم ما بدأ محاضراته لليوم هذا، ويقول لي انه ما حب يكسر بخاطر صديقتي، لكن مستحيل تكون الانسانة هذه في يوم من الايام من نصيبه. وقعد يقنعني اني اوافق يجي ويطلبني من اهلي. انا ما قدرت امسك اعصابي، غلطت عليه وقلت له لو كنت اخر انسان بالعالم مستحيل احبك او اقبل فيك تكون لي زوج او خطيب او اي شيء بهالدنيا. وقمت اقول له الانسان اللي حبتك عمرها ما حبت، وانت اول انسان يدخل حياتها وشايفة فيك وراسمة عليك آمال كثير، فلو إنك إنسان وابن أصل ما تصدم البنت هذه وما تتركها، وأنا طلعني من راسك نهائيا. قام يقول لي أنت حب الأول، وأنا حبيتها على أساس إنه أنت، وأنت عارفة القصة كلها، وأنا ما تخيلت أبدا إني راح أحب إنسانة أنا ما أعرف شكلها أو أجبر في يوم من الأيام أحبها، بس لأنها أخذت شخصية غير شخصيتها. وقام يقول لي أنا راح أنتظرك لآخر العمر وأسوي المستحيل، وصديقتك أنا مستعد أقنعها عشان تخطبك لي من أهلك. طبعا بدون ما أتفاهم معاه بلكته بدون نقاش، وصار يطلع لي كده كل فترة برقم ثاني وأبلكه، وهي عايشة نفس الدور ومكملة رغم إنها تشتكي لي إنه بدأ يبعد عنها. ما قال لها الموضوع، لكن واضح إنه بدأ يسحب عليها ويبعد. البنت متأثرة نفسيا وقعدت تشكيلي أحس بس يسلك لي بالموضوع لكن مو متقبلني، لما كنت أنت بحياته مو أنا كان شي ثاني. المهم حاسة أنه ما حبها فعلا بعد ما عرف حقيقتها. حاولت أقنعها بالشي هذا بدون ما أحكي لها اللي صار، لكنها مو راضية تتقبل مني الموضوع وتلومني وتعاتبني على أني حطيتها في موقف أنها تصارحه بالحقيقة، رغم أنه الشي هذا كان لمصلحتها. إلا أنها بدأت تتغير علاقتها معي، بدأت تكسى علي وتعاتبني كثير، كل رسائلها لوم وعتب، تنزل حالات تقصدني أنا وتقول أني أنا اللي مخربة عليها حياتها، رغم أني أنا ما تمنيت لها إلا كل خير. يومين وجت تقول لي أترجاكي رجاء أن تتواصلين مع فلان توصينه علي، تقولين له أني رح أموت بدونه لأنه مرة صاير ما يرد علي، صار ما يتجاوب معي. أنا تعبانة وتبكي ومنهارة وتبيني أنا أترجاه يتواصل معاها ويقدر حبها له. أنا في حيرة ما أدري أصارحها باللي صار معاي وأخليها تكرهه، وخايفة في نفس الوقت لو أصارحها راح تعتبر أني أنا مخربة بينها وأني أنا أبي، لأنها بدأت تفكر تفكير بصراحة ما تخيلتها أبدا تشوفني بالنظرة هذه، تعاتبني على طول أني أنا سبب خراب علاقتهم،
رغم اني ما تمنيت الا مصلحتها من بداية القصة لنهايتها. ماني عارفة شلون اتفاهم معاها وشلون اتصرف معاها، زعلانة عليها كثير. الانسان هذا ما كان يستاهل حبها من البداية، وحذرتها كثير لكنها ما كانت تسمع لي. مشاعرها مو قادرة توقف تجاه الشخص هذا، والمشكلة اني انا ماني قادرة اساعدها باي شكل من الاشكال. وموضوع اني اتصل فيه واترجاه انه يتواصل معاه اكيد ما رح يصير، ولا اتخيل ابدا اني اترجى شخص نذل مثله انه يرحمها او يستمر في علاقة معاها وهو اصلا ما يبيها. ولاني قادرة اقول له هو ما يبيك وحاول يوصل لي. يا ريت تكون وصلتكم المعلومة وفهمتوا الوضع بالضبط وعرفتوا الوضع اللي انا اعيشه حاليا. مونة اغلى انسان بحياتي واقرب لي من كل اهلي، اختي اللي ما جابتها امي، ما ابيها تتضرر او تنصدم او تنجرح، وانا لي يد بالموضوع. وبنفس الوقت صرت خايفة من ردة فعلها من بعد محبة الانسان هذه، هي متغيرة حتى بتعاملها معي. ايش تنصحوني شلون اتصرف معها؟ لاني من جد خايفة عليها، ونفسي الانسان هذا يختفي من حياتها نهائيا ويطلع ويخليها وترجع منى اللي كنت اعرفها بنفس براءتها وبساطتها وحبنا البعض. وبس انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. اذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي.